ترى بعد التأهل ما استبعد نهائيا مارفك، لا اتاحوا لخط المفاوضات، اتاحوا للاتحاد السعودي انه يتفاوض معه. وهذا الكلام ترى ما انا انقله مباشره عن عادل عزت، انا سال عادل عزت بنفسه قال نعم جلست معه وقلت له اول شرط لنا ان تبقى في السعودية. قال هذا الشرط نهائيا لا يمكن اقبل فيه ولا يمكن ابقى في السعودية. انت قال هنا النقطة توقفنا، اجل في تفاصيل حنتطرق لها بعدين، ولكن هذا هو الشرط الاساسي. قال هذا انسوا، هذا لا يمكن القبول فيه. هنا توقفت المفاوضات. يعني مو مجرد انه والله قالوا احنا ما نبغى مارفك، احنا نبغى نشيله، او في تدخل يا عادل عزت لعاد تجيب ما خلاص انس مارفك، احنا بنجيب لك مدرب جديد وانتهى الموضوع. او انه مارفك، او انه مارفك يعني حتى مارفك ما رفض، ما رفض مارفك، لا مارفك يبغى يستمر ولكن بشروطي. انا جالس هناك حاط رجع على رجل، اعطيكم معسكر تتجمعون هنا يوم ثم تجوني في المكان اللي انا فيه. انا مثلا انا في هولندا تجون جنبي، اي تجون جنبي، انا رحت يمين تلحقوني هناك، وين ما اروح تجوني. يمشي الوضع على ما هو عليه نفس الفتره الماضيه. هذا اللي كان يبغاه مارفك، وهذا اللي كان اتحاد القدم يحاول يمنعه منه. فالاخير وصلوا الى نقطه خلاص. وبامانه يحسب للاتحاد السعودي سرعه البت في اختيار المدرب الجديد باوزا. طيب بعد طيب هل باوزا، سؤال لي انا، هل باوزا هو الخيار الامثل؟ ارجع نفس النقطه، الامور طيب. الفنيه لا حد يدخلني فيها، في مدربين، في اخصائيين فنيين، في ناس فاهمين في هالامور، هم اللي يحددون هل هذا الخيار الامثل جميل ولا مو بالامثل. طيب انا اتكلم عن امور اداريه بحته. طيب نتابع الان مقتطفات من حديث السيد باوزا في مؤتمر